عيد الحب ده عيد الحب داخل عيد الحب داخل مع عيد ميلادي في نفس اليوم 14 فبراير. طبعا كل سنة عدى عليا نفس اليوم ده طبعا عيد ميلادي مع عيد الحب، لكن للأسف الشديد لا في حد يقول لك كل سنة طيب عزول، ولا عيد ميلاد سعيد، ولا أي جفت للأسف الشديد. ليه؟ لأن فعلا مفيش بنت بتتسهل الحب. فأنا في اليوم ده يعني بنام ما بعملش حاجة، أو مثلا بروح أعمل رياضة، لا بحتفل ولا بعمل أي حاجة. في بنت ناس محترمة أخلاق وذوق ماشي، لكن طول اليوم ده لا أحتفل ولا هعمل فيه أي حاجة. واشتركوا في القناة واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس.